انت ميتة يا جي؟ ما في مشكلة، تعالي انت. اري انا كله معلوم، انت معلوم المدير. دور بقى ترك عسك انت من الطيام اربع عشان بوز اسنان. اوف هذا سيارة خراب، انا ابغى روز او زبيت، انا كيف اسوى الحين سيارة كله خراب. مشكلة، شوف انا اتصل اشهد الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ سلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، كيف انت؟ كويس؟ الحمد لله خالص، كل شيء تمام. ان شاء الله. انت متى يجي؟ ما في مشكلة، تعالي انت، ممكن بكرة بعد بكرة انا يجي. ما في مشكلة ان شاء الله. انا اشوف سيارة غسل بعدين انا يجي، ما في مشكلة. في نفر، اشوف انا حصل نفر. في واحد نفر، يلا يلا يلا. شوف انا هو صديق. صديق تعال 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 تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ كويس؟ بالوس. انت ايش بنغالي؟ ليه؟ انت معلوم عربي؟ ايوه معلوم. ما فهمش. زيادة معلوم انا. ايوه كويس. شوف انت شغل ايش؟ سيارة غسل؟ ايوه. شوف انا سيارة يبغى سيارة غسل، عشان انا يبغى اروح حرمه بيت. ايوه مدير غسل غسل غسل. ايوه ما في مشكله، انت سير غسل، انا اعطي فلوس، ما في مشكله. اوكي مدير، ما في مشكله، كم اعطي؟ ما في مشكله، انت سير غسل، انا اعطي 10. 10 ريال؟ ايوه انا اعطي 10. سير غسل يلا صراحه. اعطي ركب مكان ثاني. يلا يلا ركب هنا، ركب هنا، ما في مشكله، ركب هنا. ايوه مدير. ايوه لازم اغسل كويس. ركبني 100 100. ما في مشكله، يلا انت شوف. ايوه لازم كويس مدير. هلا شوية كلام. ما مشكل كلام. هذا انت سيارة، انت غسيل، جيب انت 20 ريال. ايش في يا حماد؟ سيارة انا غسل؟ ما في مشكل، انت غسل 100 100 غسل. انا سيارة انا غسل، انا عطيه 20 ريال انت؟ ما في مشكل، ليش كلام؟ تعال شوف انا عطيه 20 ريال، ايش فايدة انا؟ انا غسل؟ يوري وزن ما يقطع. ايش في يا حماد؟ كي زميا؟ ليش كلام كده كده؟ عربي كلام كويس، انت ما في معلوم؟ والله انا راس خراب، انا راكب ضرب الحين. انت كلام مع عربي؟ ليش انت كلام الحين كده؟ اري انا كله معلوم، انت ما في معلوم مدير. دور بقى ترك عسك انت من الطيام اربع عشان بوز اسنان. ترك عم قطع من هذا؟ شال عربي؟ وقف هنا، انا على حتى اصل صورته، يلا وقف. كلينك كيوسي، اتش اكتب بره كول ديتا سيراوتا. السلام عليكم مدير. وعليكم السلام. ايش مشكلة هذا ساوسا زون جاد؟ شوف انا يبغى اروح حرمة بيت. ايوه معلوم؟ ايوه معلوم. انا سيارة في غبار، فوق في غبار. انا ابغى اسير غسل. ايوه انا معلوم. بعدين انا اشوف هو. ايوه. هو يمشي طريق ساوسا، انا كلام صديق تعالى. ايوه. بس انت يبغى سير غسل سيارة؟ هو كلام ايوه. بعدين انا كلام ما في مشكل، يلا سيارة سير غسل، انا اعطي 10 ريال. ما ادري ايش كلام مالهم، وقلم انت سياره انت غسل، جيب انت 20 ريال. هذا كيف طريقه؟ هذا مشكله. بدل شو هو ايش كلام؟ خلاص ما في مشكله. شوف هو انت. السلام عليكم باي. باي ابنك بنغلاديشي؟ باي بنغلاديشي. كيف وسطا؟ اسي الحمد لله. انا هناك كندر دكتشي اذا قدر يا زي ابن سودي الله زغر الله تنكيشي. باي هونين. باي امي ওইদিকে তে সাইকেল দিয়ে আইতাছি পরে হ্যাঁ দেখি আমারে সৌদি দেখি কইতাছে গাড়ি পরিষ্কার করে দিত পরে আমি গাড়ি পরিষ্কার করি আর কই মুদির হ্যাঁ হ্যাঁ কইছে 10 টিয়া দিব সৌদি আমি কই মুদির 20 টাকা দিস আমি খুশি হই আচ্ছা পরে হ্যাঁ জ্বালানো হয়ে গেছে 20 টিয়ার কথা কইছি মতর মিয়া আরবিতে কি কইছে আরবিতে কইছি ইনতা সাইয়ারা ইনতা গাছিল কি বিনতা ইসরিয়া এটা কি আরবি কইছেন আপনি কি জানেন না কি আরবি কইছেন মানে এর গাড়ি হ্যাঁ দুই তো আপনি 20 টাকা দিত আপনি ডাক দিছি কি রে গাড়ি দোল লাগিয়া না আরবি না পারলে আপনি এই আরবি কি রে কইছেন আমি তো ঠিক মতই কইছি মিয়া আপনি গেটের অর্থ জানেন মিয়া জানি তো কি কইছেন কোন তো আমারে এটার অর্থ হইছে আমি গাড়ি পরিষ্কার করে দিন 20 টাকা দিবি হ্যাঁ আপনি কইছেন যে হ্যাঁ গাড়ি দিতে আপনি 20 টাকা দিতে আরবিতে কইছেন
আমি উল্টা গেছি না লাগে আমার লগে জ্বালান আমি যদি সরো তারা কল দিতাম আমি না আইতাম আমার দেশি ভাই দেখে আমি দৌড় ফেরাইছি বুঝছেন এটা আরবি কইছে না ভাই এটার অর্থ তো আমি জানতাম উল্টা অনেকটার অর্থ তো আপনি আমার কয়ে দিয়েছেন আপনি আরবি কি এরকম কইছেন আচ্ছা আমি দেখতেছি সুদির লাগে আমি তাহলে সরো তারা ফোন দিব একটু আর কি করেন خلاص ما في مشكلة شوف معلوم أنا معلوم هو بنغالي أيوة معلوم ها هو مسكين نفر بس هو سيرك غسل أنا أعطيه 10 ريال ولا 20 ريال بس هو مقصود لكن هو ايش كلام معلوم؟ ايش كلام؟ هو كلام عربي معلوم زيادة، أيوة. أنا أفكر بس هو معلوم زيادة عشان كلام كويس يقدر، لكن هو كلام كذا كذا هذا أنا برجيك مدير عربي شوية لا خلاص ما في بس أنا كلام ما في مشكلة أنا الحين معلش شوف الحين أحضن شوف الحين أحضن أنا أبغى أروح صلاة، زين؟ خلاص أنا معلش ما في مشكلة لكن ثاني مرة هو ما في كلام اي سودي سوسو عشان ممكن اي سودي سوسو قلم بعدين هو سوسو راكب ضرب ولا ودي سرطة ولا ودي بنغلاديش مشكله خلاص حبيبي ما في مشكله ها ثاني مره شوف هذا كلام ثاني مره ما وصل لزايد يلا لو عندك شيء شوف هذا ما في مشكله ها هذا شوف يلا روح السلام عليكم مدير وعليكم السلام يلا نفر معلم عربي لكن هذا حركات بركات عربي يلا نفكر الصلاة يلا ভাই আমি না থাকলে তো আমারে পুলিশে দিয়ে দিত আমি তো প্রথম খেয়াল করি না আপনারে ঝগড়া লাগতেছেন পর আমি দূর করে বাড়িতে কল লাগাইতেছি বুঝছেন আদে শুনেন নাস্তে মারে আমার বাসা কোন আমনে আচ্ছা আমরা রুমে দেখেন তো ভাই ভালো দেখেন হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ভাই ভালো দেখেন যাই ভাই হ্যাঁ ওকে আল্লাহ